فخورون حقيقة في كلية طب جامعة القدس بهذا اليوم العلمي والمخصص لعرض الأبحاث العلمية. كانت هناك عروض شيقة للغاية وأيضا هي إبداعية في نظري، فنحن سائرون على هذا الدرب، وسوف يكون تشجيع أكثر في الخطة التدريسية في كلية الطب لعمل هذا النشاط البحثي بشكل أصيل في الخطة التدريسية في الكلية. إيش اللي صار؟ هو عبارة عن يوم علمي زي ما حكينا، بتم فيه عرض هاي المشاريع اللي هي بيشتغلوها الطلاب from A to Z، وإحنا كلجنة علمية كان دورنا نحضر لهاي الفعالية. قمنا بتعليق البوسترات، جهزنا المسرح وعملنا كل إشي، وفي النهاية بنحكي لكل الطلاب اللي بدهم يتخرجوا والعرض مشاريعهم اليوم ألف ألف مبروك. طبعاً الاتحاد عنا هو من الطلاب للطلاب، وجزء لا يتجزأ من كلية الطب، فهو بيشارك طلبة الطب خلال مسيرتهم الأكاديمية بأنشطة وبمهارات وبتدريبات بتأهلهم يكونوا سي في كويس لمستقبلهم. طبعاً إحنا بنهتم إنه نشارك وندعم زملائنا بيوم مهم مثل هذا اليوم العلمي لعرض مشاريع تخرجهم، كونهم هم جزء من الاتحاد والاتحاد كبر فيهم، فنتمنى لهم كل التوفيق وألف مبارك تخرج. أنا موضوعي بشكل خاص هو عن مرض منتشر بشكل كبير جدا في فلسطين، وإحنا بنستغل هاي الفرص حتى نقدر ننشر الوعي عن هذا المرض اللي هو مرض حمى البحر المتوسط الذي يفتقر للدراسات بشكل خاص في منطقتنا، ولذلك إحنا ندعم هاي المشاريع حتى يرتفع مستوى الوعي عند العام.